السلام عليكم ورحمة الله. اذكروا الله يا جماعة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لا إله إلا الله. أجرها وثوابها إن شاء الله لي ولوالدي ولذريتي ولمتابعين. فونكس 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 البي والاتش تنطق ب فونكس فونكس علم الصوتيات الانجليزي فونكس الصوت كيف ننطق. listen and say listen and say listen and say اسمع وقل listen and say كيوي 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 كي اي دبليو اي كيوي كيوي لايون lion 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 monkey monkey bird monkey 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 nest 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 kiwi lion monkey nest. Let's write and practice saying the letter K. K. شوف كيف نكتبها. K. 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 Write. Always write. دائما اكتب. حرف ال L ننزل يمين L L L L L ال K ال L L L L L L L L L حرف ال M فوق ننزل فوق ننزل M M M M M M M M M نست حرف ال N ننزل نطلع ننزل ننزل نطلع ننزل N N N N N N N N N اتجه إلى الهومورك فيما يتعلق بهذا الدرس. name بندر BANDAR class G فصل G حسب الفصل اللي انت فيه. K حرف ال K says يقول K K كيوي انطق كيوي كيوي K says سيقول سيقول قل K K كيوي L حرف ال L says يقول L L lion lion حرف ال K small حرف ال L small says L L lion حرف ال M says نقول M M monkey monkey bird حرف ال N says N N nest nest K K kiwi capital small هنا capital هنا small هنا capital هنا small هنا ال M capital ال M small ال N capital ال N small kiwi lion monkey nest kiwi lion monkey nest نكتب حرف ال M small M 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 هنا أخذنا درس في الفونكس فونكس
علم الصوتيات في الإنجليزي وكتابة النطق. How pronounce، كيف ننطق الكلمات in English. حاول repeat as possible as you can، ردد كثير إذا تبغى نصيحتي، واكتب كثير إذا تبغى نصيحتي، أساس تحسن الخط في الكتابة تصبح بارع في الكتابة وأيضا في النطق للكلمات. نهاية درس اليوم، أراكم لاحقا، إلى اللقاء يا أصدقائي.